موجز لأهم الأنباء من قناة التناصح، أهلا وسهلا بكم. أفاد مصدر عسكري للتناصح أن محاور القتال الخلة وعنزارة واليرموك جنوب العاصمة طرابلس تشهد تراشقا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذ ليلة أمس الأحد. وذكر المصدر بأن قوات الجيش الليبي فتحت محورا جديدا بالقرب من ترهونة لتأمين خطوط إمدادها وتهديد خطوط إمداد ميليشيات حفتر. هذا وأضاف بأن طائرة حربية لحفتر شنت غارة جوية على محور محيط المطار الرملة دون وقوع أي خسائر في الأفراد. تعرض مطار معتيقة مساء الاثنين للقصف عدة مرات وسقوط قذائف تسببت في توقف الملاحة الجوية وإلغاء رحلتين للخطوط الليبية والبراق كانت مقررتين بالإقلاع وقت تعرض المطار للقصف. وأفاد المكتب الإعلامي للمطار بإلغاء ما تبقى من رحلات لهذا اليوم، كما سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة حال ورودها من الشركات الناقلة. يذكر أن مطار معتيقة تعرض لأكثر من مرة في أوقات سابقة لأعمال قصف استهدفت المطار وتسببت في ترويع المسافرين. أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا القصف الذي تعرض له المستشفى الميداني بطريق المطار جنوب العاصمة. البعثة في بيان لها الاثنين طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم للمحاكمة وعدم السكوت على استهداف المدنيين والمنشآت والأطقم الطبية. وقالت البعثة إنها تذكر كافة الأطراف بضرورة الالتزام وعدم السكوت على استهداف المدنيين والأطقم الطبية. وقالت البعثة أنها تذكر كافة الأطراف بضرورة الالتزام بالحفاظ على القانون الإنساني الدولي وعدم استهداف المدنيين. قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي في كلمته أمام مجلس الأمن بعد الاستماع لإحاطة غسان سلامة إن عجز مجلس الأمن الدولي على إدانة المعتدي قد يفهمه البعض دعما للعدوان. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.